وبناء بنية حقة لحسن الجوار والاستقرار في المنطقة. وهناك أيضا وسوف نتابع التقدم المحرز على المسار الفلسطيني في سياق مساهمة أساسية من أجل أن يكون هناك هيكل أورو أسيوي مشترك يقوم على مبادئ عدم قابلية الأمن للتجزئة والمسؤولية الجماعية المتساوية والاحترام المتبادل وتوازن المصالح. أستأنف مهامي كرئيس لمجلس الأمن وأعطي كلمة الآن للمبعوث الخاص المعني بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا صاحب السعادة سيد وولفغانغ أماديوس بلوهارت. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. أود أن أشكر السيد روتري على عرضه. أصحاب السعادة السيد الرئيس، تشعر سويسرا بالقلق إزاء الحالة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وعلى جانبي الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان. علينا أن نعمل بلا كلل لاستعادة السلام والأمن في الشرق الأوسط. وقد أدانت سويسرا بشدة أعمال الإرهاب واحتجاز الرهائن التي ارتكبتها حماس في 7 من تشرين الأول أكتوبر، وعقبت هذه الأعمال حرب مميتة في غزة ومستويات غير مسبوقة من العنف في الضفة الغربية. وفي رحلة قمت بها مؤخرا إلى المنطقة رأيت مرة أخرى عمق المعاناة التي يتعرض لها المدنيون على كلا الجانبين، فهم يدفعون الثمن الأبهض لانتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها جميع الأطراف، وهذا يشمل آلاف الأطفال الذين قتلوا أو شوهوا. علاوة على ذلك، فإن عدم تنفيذ القرارات الأربعة التي اعتمدها هذا المجلس منذ 7 من أكتوبر هو أمر غير مقبول. يجب علينا أن نكثف جهودنا لكسر حلقة العنف والعودة إلى المبادئ الإنسانية التي لطالما انتهكت في هذا النزاع. تدعم سويسرا وقف فوري لإطلاق النار وتدعو إليه والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، ونشجع الطرفين على إبرام اتفاق في هذا الصدد وتنفيذه في أقرب وقت ممكن. نشكر الوسطاء على جهودهم الدؤوبة. ينبغي أن يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية وأن تزورهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر. يجب أن يتم وصول المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الممكنة بطريقة آمنة وسريعة ودون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة. الوضع طارئ وملح. 96% من المدنيين معرضون لخطر المجاعة وفقا للتصنيف المتكامل المعني بمراحل الأمن الغذائي، وهذا أمر غير مقبول. نذكر بأن السكان المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال والأعيان المدنية مثل المباني السكنية والمدارس والمستشفيات يجب ألا يتعرض للهجوم. ندين جميع الهجمات بأشد العبارات سواء حدث ذلك في غزة أو حول العالم. إن احترام مبانئ التمييز والتناسبية والحذر في إجراء الأعمال الإرهابية هي تعهدات بموجب القانون الإنساني الدولي، وهذا ينطبق حتى في سياق مكافحة الإرهاب. في القرار 2730 أكد هذا المجلس على حماية الأشخاص والممتلكات في إطار العمليات الإنسانية. أصحاب السعادة، إن وقف إطلاق النار في غزة سوف يساهم بشكل كبير في التهدئة الإقليمية، ولكن هذا لا يكفي. إن احترام القانون الدولي في الضفة الغربية في ذلك القدس الشرقية أمر لا غنى عنه للعودة إلى طريق السلام. وتحقيقا لهذه الغاية يجب على إسرائيل أن تمتنع عن اتخاذ تدابير من شأنها أن تحدث تغييرات دائمة بما في ذلك تغييرات ديموغرافية وإدارية في الأرض المحتلة. ومع ذلك نلاحظ بقلق نقل الحكم المدني إلى الضفة الغربية، بالإضافة إلى الإعلانات الأخيرة عن بناء وحدات سكنية في المستوطنات. هذه تساهم في خلق البيئة القصرية، وهذا يؤدي إلى تهجير القصري للمجتمعات الفلسطينية
وإضعاف السلطة الفلسطينية. المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهي تشكل عقبة رئيسية أمام السلام وتنفيذ حل الدولتين الديمقراطيتين إسرائيل وفلسطين.